تقدم ميداني جديد تحرزه قوات حكومة الوفاق الوطني معززة بقصف مدفعي في مواجهاتها المسلحة مع قوات حفتر على طول الشريط الجنوبي للعاصمة طرابلس. قوات حكومة الوفاق أحكمت سيطرتها على محوري عينزارة ووادي الربيع جنوب وجنوب شرقي العاصمة، وأجبرت قوات حفتر على الانسحاب إلى تمركزاتها في منطقة جسر بن غشير المتاخمة للعاصمة من ناحية جنوبها الشرقية. كما أعلنت قوات الوفاق سيطرتها على منطقة طويشة جنوب غربية طرابلس لتضيق بذلك الخناق على قوات حفتر المتمركزة في مطار طرابلس الدولي ومحيطه. وإزاء التقدم الذي تحققه قوات حكومة الوفاق، اتهمها الناطق باسم حفتر بالضغط على سفراء ليبيا في الخارج لرفض الهجوم على طرابلس، معتبرا أن ذلك يأتي في إطار ما وصفه بعمليات إرهابية مرصودة على حد تعبيره. وكان المئات من أنصار حكومة الوفاق تظاهروا في مدينتي طرابلس ومسراتة، حيث رددوا شعارات ترفض استمرار الحرب وتندد بقصف العاصمة. رسالة واضحة، نريد أن نرسل رسالة واضحة للعالم أنه لا مكان لهذا المتمرد في ليبيا بأي صورة من الصور، لا حوار مستقبلي ولا غير ذلك مع هذا الأسير المجرم المتمرد ولعصاباته. وطبقا لتقرير صادر عن منظمة الصحة العالمية، فإن عدد المدنيين النازحين من مناطق الاشتباكات جنوبي العاصمة بلغ قرابة 30,000 نازح بسبب قيام قوات حفتر بقصف مناطقهم وأحيائهم السكنية.